يقع فيه ان احنا عندنا في التطبيقات الجمعيه الاثنين تو برانشز كبار قوي، يعني الجسم في الكتاب وباقي في الدواء. انت لو بتاخد الدواء بتخش جوه الجسم صح؟ بيأثر على جسمك، بيأثر على ديفرنت اورجنز. تأثير الكبار على ديفرنت اورجنز بيسموه برمجه ايه؟ تأثير الكبار على ديفرنت اورجنز بيسموه برمجه. طيب هل جسمنا ممكن يأثر على الدواء؟ اه، وتأثير جسمنا على الدواء بيسموه فارماكو كاينتكس. لما نيجي نقول لك من اول فود ديفينيشن لازم تعرفه. تأثير جسم الدواء على جسمنا ده بيزود الهارت ريت، بيقلل الهارت ريت، بيعمل برونكو دايلاتيشن، بيعمل برونكو سباز، ده كله بيسموه فارماكو كاينتكس. ولكن تأثير جسمنا على الحركة بتاعة الدواء في جسمنا بيسموه فارماكوكاينتكس. احنا كلنا عارفين الدواء اللي انت بتاخده ده بيتحرك ازاي؟ بيتحرك مثلا من حتة اللي انت خدت فيها الدواء وبتاخد ايه؟ الجي اي تي. خد الدواء ايه؟ اورال. هيتحرك من المكان اللي انت خدت فيه الدواء انتو البلاد ستريم بيسموه ايه؟ ابزورشن. ممكن جسمنا يمنع الابزورشن والدراج. لو جسمنا منع الابزورشن والدراج يبقى كده احنا بنتكلم كاينتيك ولا دايناميك؟ كاينتيك، ان جسمنا منع الابزورشن. الدواء بيخش الدرج وبعد كده يروح لفين؟ للاورجنز. ده بيسموه ايه؟ دايناميك ديستريبيوشن. تمام؟ ممكن جسمنا يمنع الديستريبيوشن بتاع الدواء. وليكن مثلا انا عندي حوالين البرين في ايه؟ بلاد برين بارير. ممكن الدواء بتاعك ممكن البلاد برين بارير بتاعك ما يخليش الدواء يحصل له ديستريبيوشن. فمثلا لو انا ادي لك دوبامين، عارفين دوبامين كله؟ لو خدته اورالي مش هيحصل له ابزورشن. هو بيقول لك بقى ان الدوبامين از نوت ابزورد اورالي. ده فرماكو كاينتكس ولا كاينتكس؟ انا بقول لك الدوبامين كان نوت بي ديستريبيوشن في الدوبامين وما بيعديش صح؟ ده يفيدني في ايه؟ هيفيدني يقول لي انك لو عاوز تدي الدوبامين يخش السيركوليشن يديه ايه؟ انتروجينز. لو خدته اورال مش هيحصل له اكسر. ثانيا لو عاوز الدوبامين ده يوصل للبرين مش هينفع الدوبامين. خد بالك ايه؟ ايه اللي سو المعلومات الكاينتك بتفيدني ولا لا؟ بتفيدني الحاجات دي. وما اقول لك يعني ايه ابزورشن؟ الحركه بتاعت الدواء جوه الجسم من الحته اللي انت اديتيها الدواء انتو بلاد ستريم. الديستريبيوشن بلاد ستريم انتو والاورجنز. هو الدواء بتاعنا راح الاورجنز عشان يعمل حاجتين. الافكت انت عاوزه يسموه فارماكولوجيكال افكت. والافكت انا مش عاوزه يسموه ايه؟ الادفيرس افكتس. خلاص؟ يروح هناك بقى يعمل افكت للادفيرس افكتس. بعد كده يبتدي جسمنا يخلص منها. تخلص من الدواء بيسموها ايه؟ الاليميشن. ولازم ناخد بالنا بقى من حاجه مهمه جدا، ان الاليميشن دي نوعين. اشهر تو اورجنز فور الاليميشن هم ايه؟ الليفر والكيدني. الليفر بيعمل ميتابوليزم والكيدني بتعمل اكسبريشن. ايه الفرق بين الميتابوليزم والاكسبريشن؟ لو خدت دواء اسمه اكس وراح للليفر وتحول لماده ثانيه اسمها واي، وواي نزلت في اليورين. اكس مين عمله الليفر؟ اللي عمله الليفر الليفر صح؟ طب ما هي واي دي نزلت في اليورين. بس واي دي صح؟ انت قول بقى اكس اللي عمله الكلونيشن الكدني. لو اكس ده هو هو ده نزل فين؟ في اليورين. لما جيبوا لكم الام سي كيو اخدت الدواء ها حصل له الكلونيشن انشينج في اليورين. انت الدواء ده حصل له كيو؟ لا انشينج. اكيد اللي خلصت منه الكدني. هي معظم الادويه اللاين وكيميكال الميشن بتاعهم ايه؟
بالليفر والميتابوليزم والادويه الهايبوثيريك الاليمينيشن بتاعهم كده تيجي باي اكسبشن. مهم قوي قبل انك تاخد الدواء تعرف الليفر والميتابوليزم. لو انا خدت الدواء الهايبوثيريك والليفر طلع خالص هيقدر يعمل لي نورمال الاليمينيشن؟ لا. والدواء يتجمع ويعمل عشان كده اقدر اقول لك ان جنرال ان اللايكوفيل دراجز غير مستحبه كونترا انديكيشن لو انها استخدمها في الليفر ديزيز. طب لو الزلات لو الزلات الدواء الهيدروفيل والليفر بايز اخذ لارجر ولا سلور دوز؟ سلور دوز. انا العيان الطبيعي بياخد ثلاث اقراص ولو الليفر بتاعه طبيعي يعمل الاليمينيشن في 8 ساعات. لو اديت له الدرجه الراس دي بنفس الجرعه هيعمل لها الاليمينيشن في 24 ساعه. لا انا اعمل ايه؟ اقلل الجرعه. انت بتاخد 20 ملي جرام وانت نورمال، انا هديله 10 ملي جرام كانك بالظبط بتاخد ايه؟ 20. اتس نوت ابسوليوت كونترا اليمينيشن. الهايدروفيلك دراجز برضه غير مستحبه ايه؟ رينال ديزيز، بس لو الزنات اعمل في الجرعه. اتفقنا؟ الابسوربشن والديستريبيوشن الاليمينيشن على بعض بيسموه فرماتو. طيب درسنا لازم كلنا نعرف معاني الكلمات الاول كده. يعني ايه انديكيشن؟ انديكيشن معناها دواعي استخدام الدواء. انت بتستخدم الدواء في ايه؟ استخدمه في علاج البروكيال ازمه، استخدمه في علاج الهايبرتنشن، استخدمه في علاج السايكوزس، استخدمه في اي مرض. بس في حاجات ممنوع استخدام فيها الدواء بيسموها ايه؟ الكونترا انديكيشن. في افكت انت عاوزه بيسموه فارماكولوجيكال افكت. في افكت انت مش عاوزه بيسموه ايه؟ ادفرس افكتس. الادفرس افكتس انواع ها؟ هناخدها بعدين. طيب برضه من الحاجات اللي لازم كلنا نعرفها ازاي بيسموا الادويه. بيسموا الادويه بالاتي. القصه ماشيه ازاي؟ انت يا جماعه بتوع الكيمياء يجيبوا لي ماده كيميكال يقولوا لنا احنا بتوع الفارماكولوجي يقولوا ان الماده دي ممكن تنفع دواء. طب ناخدها ندربها على ايه؟ على الانيمالز صح؟ لانها حلوه على الانيمالز نجربها على فولنتيرز. عارفين ايه فولنتيرز؟ متابعين. لانها حلوه على المتابعين خدنا قرار نسميها نعملها دواء. خدنا قرار نعملها ايه؟ دواء. فنقوم مطلعين له اسم. ده اسم اوفيشال نيم ماشي؟ اسم ساينتفك نيم. اسم متداول بين مين؟ الدكاتره. اي عيان اي واحد عاوز يعمل ايه؟ يشوف الدواء بتاعه كان عليه بحث مش عارف ايه؟ يدور على الاسم. الاسم ده مش بتاعك انت كشركه ادويه. الاسم ده انترناشونال. الاسم ده نان بروبرايتري ملهوش فيه بروبرايتري. يعني ايه؟ حاجه بتاعتي. نان هو مش بتاعي. كل الناس ممكن تستخدمه بس ما تقدرش تنزله في السوق بالاسم ده. عاوز تنزله بقى في السوق وتبيعه هيبقى انت بتتكلم على البراند نيم او التريد نيم او البروبرايتري. البراند نيم او البروبرايتري نيم ريجستر نيم فور يور كمباني. ولازم تبقى فيها عليها دوران. ريجستر. لا يمكن اقدر استخدم الاسم ده وانت بسرعه. يعني ولا بعمل ايه؟ ايفالويشن للدواء بيبقى ليه حاجه اسمها كود نيم. تفهمك؟ طيب يعني عرفنا دلوقتي الكود نيم والنون بروبرايتري والبروبرايتري. في حاجه ثانيه؟ في حاجه اسمها الجينيريك. ايه الجينيريكس دي؟ أنا شركة اسمه شركة مثلا باير ماشي؟ طلعت دواء كيميكالي طبعا في حاجة اسمها كيميكال نيم اسمه أسيتايل ساليسيليك أسيد. خلاص؟ الأسيتايل ساليسيليك أسيد ده كيميكالي وأنا لسه بعمل عليه تجارب كنت مسميه بي 720 ده اسمه إيه؟ الكود نيم وده اسمه إيه؟ كيميكال نيم صح؟ خدت قرار ان الاسيتايل ساليسيليك اسيد تعمله دواء واستخدمه في علاج البين انالجيزيا. خلاص؟ فهسميه اسم ايه؟
non-proprietary تسموه أسبرين. مين اللي عمل الأسبرين؟ صح؟ ده اسم non-proprietary صح؟ باير ما جم ينزلوا بقى الدواء ده في السوق قاموا واخدين قرار يسموه أسبرين وبقى عليها أوضة. فاللي جدع يقول ان دلوقتي الأسبرين بقى ايه؟ براند نيم. هو كان زمان ايه؟ براند نيم والشركة واحدة. طب أنا عاوز أنزل أسيتايل ساليسيليك أسبرين اللي هو الأسبرين أقدر أسميه براند نيم أسبرين؟ لا أسميه أسبوسيت صح؟ أسميه ريفي أسميه أي حاجة صح؟ ده الأصل بتاع الشركة اكتشفت نسمي الأسبرين ده البروبرايتري نيم ونسمي جينيريك نيم. اللي جاب عنده جينيريك نيم ده الأسماء التجارية بتاع الأصغر كومبانيز مش المذر كومبانيز. يعني المذر كومبانيز اكتشفت ده. فتعرف يبقى مش كل الأدوية بتاعتنا بتبقى النون بروبرايتري هو إيه؟ البروبرايتري إتس فيري ريلي ولكن الأكثر اللي هو كومن يعني إن يكون إيه؟ فمثلا كلنا عارفين في أدوية بيتا إيه؟ لوكوس تقفل مين؟ البيتا ريسبت صح؟ أو دواء طلع بيتا بلوكر كان من 100 سنة في أمريكا في إنجلترا وكان بيطلع شركة اسمها أي سي آر شنو بتاعت إيه؟ أدوية. الشركة دي طلعت لقيت في مادة كده اللي هي كيميكال ستراكشر كبيرة وكده لقيتها تكتب بيتا ريسبتور وتقلل الحرارة فيها صح؟ قام مسميها ومسميها برضه كود نيم في الأول. بعد كده أول ما بقى مادة تنفع دواء قام مسميه إيه؟ نون بروبرايتري وسموه سموه إيه؟ بروبرايتري صح؟ لو انت شركة تانية لقيت مادة كيميكال تانية ماشي؟ بتقفل البيتا ريسبتور صح؟ وعاوزة تعملها الدواء لازم يكون الدواء بتاعها ليه ايه؟ نون بروبرايتري نيم باي لو القانون اكتب اللي انت عاوزه بس لازم في الاخر يكون لو ليه؟ الحتة الأخرانية دي بتنديكيت الاكشن. فاحنا كلنا عارفين اللون كله بيتغير صح؟ هتقول طب الاسبرين في حاجه شبهه؟ لا. فما قلتش هو شبهه بيضرب فوكس ديزاين لا الا بالاسلوب ده. فخلاص مش هنسميه اخره ايه؟ ار ان. سو صحيح الادويه اللي سعيد لما تعرف تحط بيضرب فوكس بس مختلفين عن الاسبرين في الميكانيزم زي ما تعرف. ولكن لو لقيت ادويه بتشتغل بنفس الميكانيزم لازم نعرفهم انهم دول كلهم مجموعة واحدة. طب نعرفها ازاي؟ اكتفينا من بعض ان الجزء الاحراني من الاسم النون بروبرايتري هو مثلا طلعوا دواء زمان قوي اسمه بروكين. البروكين ده بيقفل ايه؟ بيقفل الصوديوم شانل ويمنع البين سنسيشن. اي دواء يقفل الصوديوم شانل ويمنع البين سنسيشن لازم يكون اخره كين. في ليدوكين وزايلوكين وبروكين كل الكين وهكذا. دي اسمها فاميليز ودي مهمه قوي بالنسبه لنا علشان ما نضطرش نحفظ ايه؟ اسماء كتير. تمام؟ طيب يبقى لو انا استنتج بقى الدواء بتاعنا دي كان اسم كين كان مين؟ عشان تحفظه كود نيم ايام ما كانت بتعمل عليه التجارب البروبرايتري هو الاوفيشال نيم وده بتطلعه الشركه بتاعتك. لو طلع دواء تاني الكيميكال استراكشر بتاعه مختلف من نفس الميكانيزم الاسم النون بروبرايتري يبقى شبهه شويه لو سمحت. خلاص انا بقى هنزل الدواء في السوق فهنزله ايه؟ تريد نيم براند نيم بروبرايتري نيم زي ما انا عاوز. لو انا الشركه الام يبقى الدواء بتاعنا برانيمايز. لو طلعته بقى انا من شركه ثانيه يبقى اسمه ايه؟ جينيريك. اتفقنا؟ الادويه الاساسيه في علاج الناس بيسموها الاسيت
essential drugs. في ليست كده بتنزلها الـ WHO كل أربع خمس سنين تقول لك الأدوية الـ essential لازم تبقى موجودة في مصر. ها؟ واحد من ثلاثة أربعة خمسة الأدوية دي لازم تبقى متوفرة، الأدوية دي مش المفروض تبقى إيه؟ غالية، الأدوية دي should be very effective and safe. فالـ choice of drugs في الـ listing هتعتمد على إيه؟ سيفتي 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 دراج بستخدمه في علاج رير ديزيز مش كومن او اندميك ديزيز ان فور كونتريز. هتقول اشمعنى سميناه اوفان دراجز؟ غالبا الادويه دي بتتباع ما بتجيبش عائد مادي، شركات الادويه بتكسب كتير قوي، ولكن من حين لاخر بتطلع اوفان دراج just to treat rare diseases. فمثلا لو انت طلعت دواء يستخدم في علاج الهايبرتنشن كده هتكسب بالهبل، ده انت عندك 400 مليون واحد في العالم عنده هايبرتنشن. ولكن لو انت عاوز تطلع دواء يعالج الفانكوني سندروم، الفانكوني سندروم ده في العالم كله مفيش اكتر من مثلا ايه 3 4000 واحد عنده. وفي حاجات أدوية إحنا عارفينها بتعالج حاجات بس ما بينزلهاش في السوق، مش هنلاقي إيه اللي يشتري. الأدوية دي بيسموها الأورفان دراجز، وساعات الشركات الأدوية بتنزلها وبتبقى سبورتد من الإيه؟ من الـ يعني الحكومة بتاعتها ما يدخلوش القاعدة قريب وهكذا. تمام؟ في مصر طبعا اورفان دراجز بس انتي كانسر دراجز والحاجات دي وحتى الهبات سي اللي في امريكا بيبيعوه بالالاف الدولارات هنا ارخص كتير. ليه بقى؟ ليه اعتبرنا هنا اورفان؟ عشان احنا بور كانتريز هم بيكون الاغنياء احوش. طب انا بيكسبوا خلصنا التسميم بالادويه دي احنا خلاص؟ بعد كده بقى دي بقى حاجة صغيرة كده بس في قبل كده دي حتة صغيرة عاوز اقول لكم عليها. انت بتاخد الدواء ايه؟ بتاخد الدواء اربع اسباب. في اسباب سهلة بس في اسباب مثلا لو سيادتك ما عندكش انسولين يبقى عندك ايه؟ انسولين. هعالجك ان هدي لك ايه من بره؟ انسولين ريبليس الديفيشنسي اللي عندك. انت هدفك في العلاج هنا ريبليس الانسولين. واحد عنده اديسون ديزيز ما عندوش كورتيزون. عنده ازاي؟ هجيب الكورتيزون من بره. الكورتيزون اللي انا بقوله من بره ده يستخدم في علاج الاديسون ديزيز. ده هيبقى ريبليسمنت ثيرابي. يبقى الهدف الاولاني من العلاج تو ريبليس الديفيشنسي يعني. ايوه. السبب الثاني انك تخفف العيان يعني تخففه. ها؟ تو كيور يور بيشنت. ماشي؟ ازاي؟ مثلا عيان جاله بكتيريا دخلت جوه الايه؟ التونسل عمل التونسلايت. صح؟ قلت لي ادي لك ايه؟ يعني ايه سبب التونسلايتس؟ البكتيريا. قلت لي ادي لك دواء يموت البكتيريا ويعالج السبب وخفيف التونسلايتس. الدواء ده هيبقى كيوراتيف زي الانتي بايوتيك. صح؟ طب ايه رايك؟ انت عارف ان التونسلايتس دي بتعمل بين وفيبر. صح؟ ايه رايك لو الراجل اللي عنده التونسلايتس ده اديت له انالجيسك وانتي بايوتيك؟ يعني اديت له مثلا اسبرين او بين سعيد. ها؟ ده هيضيع السيمتومز والساينز بس ملوش دعوه بالسبب. ها؟
هنا هيسموها ايه؟ سنتو. مين احلى سنتوماتيك ولا كويتي؟ مش حاجه اسمها احسن ابدا، هو حلو تردد. لا 90% من الادويه بتاعتك اللي بتاخدها سنتوماتيك. انتي هايبرتنسيف دراجز، انتي انجينال دراجز، كل تعرفوا كام اسم، كل الادويه سنتوماتيك. لو وقفت الدواء هيرجع للمرض تاني. من الحاجات القليله قوي الكرات الانتي بيوتكس انهم بيموتوا البكتيريا. طب ما تمشي ترجع. انا بقى عجالي وعنده تنسيلايتس، يا ترى هديله كيوراتيف تريتمنت انتي بيوتيك ولا هديله اسبرين سيمبتوماتيك تريتمنت؟ والله اللي عنده الاوتوميتي بتاعته حلوه وهيقدر هو يموت البكتيريا بنفسه خلاص ما تدوش انت طلع في الايمنت بتاعته هديله ايه؟ حاجه سيمبتوماتيك. اما لو لقيت واحد عنده بقى الايمنت بتاعته ضعيف اسعد فايه؟ جيبين انتي بيوتيك. فمفيش حد احسن من حد لو سعد. يا رب مثلا لو تلاقي طفل صغير عنده 7 سنين بيوتك 40 بيوتك بتاعت الماكسيموم هو عندك 20 سنة واحد عنده 70 سنة وعنده دايابيتس ميليتس يعني هو بتتعبه؟ لا وهكذا. فعلا السؤال بقى هو في سبب ثالث؟ اه ممكن ادي لك الدواء وانت ما جالكش مرض على الاقل يجي لك مرض وتقول لي اه يبقى انت هدفك هنا تو بريفنت ديزيز. انت هدفك بروتكتيف، انت بتدي الدواء بروفيلاكتيك. يبقى اللي جدع يقول انت بتدي الدواء بروفيلاكتيك معناها ايه؟ بتدي الدواء بريفنت ديفلوبمنت اوف ديزيز. مثلا كلنا عارفين ان الرجاله بعد سن ال 45 سنه بيبتدي يلاقي دكتور سكين هارت ديزيز انجاينا ممكن يجي لهم ثرومبس في الكورونري ارتري ويموتوا. فاحنا بنديهم ايه؟ اسبرين لو دوز بروفيلاكتيك تو افويد الديفلوبمنت اوف سكين كارديز. اتفقنا؟ انت رايح حته اندميك فيها مرض اندميك، انا ممكن ادي لك دواء قبل ما تروح الحته اللي فيها المرض اندميك عشان ما تجيلكش ايه؟ المرض. كلنا لما بنيجي نسافر اي حته في افريقيا بناخد انتي ملاريا عشان الملاريا هتنتشر مطروح هتتوصل ناموسه ويجيلك ملاريا. فاحنا بنديلك دواء عشان ما يجيلكش وهكذا. انا بقى لو سالتك وقلت لك ايه الهدف من العلاج؟ تقول ايه؟ كيراتيز لو عليك السبب. سيمبتوماتيك لو ريحت السيمبتوم والصايم مين احسن؟ مش احسن من حد. بروفيلاكتيك لو انت ما جالكش المرض بس انت ايه؟ بتمنع حدوث المرض ريبليس ثيرابي. لو عندك ديفيشنسي وانا بعمل لك ايه؟ اتفقنا؟ من الحاجات المهمة جدا لازم كلنا نعرفها في الجنرال فارماكولوجي هو الدواء بيشتغل ازاي؟ الدواء بيشتغل ازاي ده بيسموه ايه؟ المود اكشن او ميكانيزم اكشن. اتفقنا؟ اشهر ميكانيزم على المريض الدواء بيشتغل هو الريسبتور. بيسموها الحكاية دي ايه؟ ريسبتور ميديتد ميكانيزم. اتفقنا؟ هل في ميكانيزمات تانية غير الريسبتور؟ اه. بيسموها النون ريسبتور ميديتد. فمثلا كلنا عارفين ان الاسبرين بيضرب الكوكس انزايم. ده ريسبتور ميديتد؟ لا. ولكن كلنا عارفين ان البروبرانالول بيقتل البي ده تمام؟ الدراج ما هي يتحد مع الريسبتور. الدراج هي يتحد مع الريسبتور. يتحد معاه ازاي؟ كلكم عارفين الريسبتور ده بروتين ان نيتشر بيتكون في الرايبوسوم ويبقى موجود على ايه؟ على السيلوفرين او انترا ايه؟ سيلوفرين. يعني ممكن تلاقي ريسبتور جوه او ريسبتور انا بديلك ايه؟ دراج حجمه كبير قوي كده بس في حته معينه هي اللي بتمسك في الريسبتور. الحته الكيميكال جروب من الدواء اللي بتمسك الريسبتور بيسموه ليجاند. لو انا سالتك وقلت لك الليجاند ده ايه؟ تقول لي it is a chemical group of the drug which can bind to the receptor. تفعلا؟ طيب الريسبتور بتاعنا مثلا في طبعا تسمع الكلام ده تشغل شانل يفتح صوت المشغل ماشي؟
الليجنت قاعد على سلك، الليجنت قاعد على سلك، فتحت الصوديوم شانل؟ اه. الليجنت قاعد على سلك، فتحت الصوديوم شانل؟ لا. يعني ايه الكلام ده؟ الليجنت بتاعتي هاز حاجتين بس كلها بتعرف. افينيتي والفيكس. افينيتي قدرة الليجنت تو باي ويز ريسبت افيكاسي. قدرة الاتحاد ده انه يفتح حاجة او يفتح حاجة. فمثلا لو الليجنت قاعد على سيرفر وفتح الصوديوم شانل هيخش الصوديوم ويحصل اكشن، صح؟ اللي هو ده ايه؟ افيكاسي، صح؟ طب لو الليجنت قاعد وما فتحش الصوديوم شانل اقول لك ملهوش بس الاثنين ليهم افينيتي وبايت. لو المفتاح دخل جوه القفل وفتح يبقى ليه افينيتي وفيكس، لو المفتاح دخل وما فتحش يبقى ليه افينيتي وزاويه افيكس. واكوردنج تو الافينيتي والافيكس رجعنا نقسم الليجنز بتاعتنا لثلاث حاجات كبار. لو كان ليه افينيتي وافيكس هسمي الليجن افيكس، لو كان ليه افينيتي وملهوش افيكس هسمي الليجن ايه؟ انتاجونس. لو كان ليه افينيتي وافيكس بس الافيكس اقل من البيور اجونس هسميه بارشيال اجونس. هو قايل السؤال لازم كلكم تعرفوه، بذمتك مين من الثلاثه دول الاجنس ولا الانتاجونس ولا البارشيال اجونس هو اللي بيعمل فارماكولوجي كلهم؟ والله الاجونس هيعمل الاكشن ماشي. اما الانتاجونس تعالوا نشوف. كلنا عارفين في ريسبتور في الهارت اسمه بيتا 1 ريسبتور، صح؟ البيتا 1 ريسبتور دي اتاش للكانسر تشانل، ماشي؟ الابينفرين او النور ابينفرين بيشتغل على البيتا 1، ماشي؟ بيقوم فاتح ايه؟ الكالسيوم شانل ودخل الغاز، صح؟ هيعمل ايه؟ يزود الكونتراكشن بتاع الغاز. زياده الكونتراكشن دي فارماكولوجيكال اكشن. فتحان الصوديوم شانل الكالسيوم شانل في جسم. الاتحاد مع الريسبتور افنتي اللي كده يقول ان انا مستني افنتي اه ليه افنتي اه ليه فارماكولوجيكال اكشن اه. طب ايه رايك بقى لو اديتك لول؟ يا سلام اللول هيزق النور جميل ويقعد على الريسبتور وما يفتحش الكالسيوم صح؟ اللي جاي يقول لي قاعد على الريسبتور يبقى ليه؟ افنتي ما فتحش الكالسيوم شانل ما فتحش الكالسيوم. بس عدم فتحان الكالسيوم شانل عملية الكونتراكشن قللها ده فارماكولوجيكال اكشن. If you want to reduce the contraction بتاعت الضغط خد بيتا بلس لو ليها فارماكولوجيكال اكشن هتقلل الكونتراكشن بتاعت الهارت انها تمنع حاجة بتزود. فاهمين؟ يبقى الانوس والانتاجونس والبارشال انوس كلهم لهم فارماكولوجيكال اكشن وكلهم لهم افينيتي تو بارت هو بيختلف في لو ليه افكاسي يبقى ادوس. ليه افكاسي بس اقل من الادوس يبقى برشا. ملهوش افكاسي هنسميه ايه؟ ها؟ اي في حاجه رابعه بقى اقول لكم عليها بس ما اعرفش. يبقى اللي جدع يقول لي ليه ممكن يشتغل از ادوس انتاجونس برشا ادوس ادوس زي امثله كتير قوي سهله يعني. زي مثلا كلكم تعرفوا مين مثلا؟ الان ريسبتور. الان ريسبتور ده بتاع الاسيتايلكولين، صح؟ في نوعين من الان ريسبتور، واحد في المصل وواحد في النير. فبيسموا اللي موجود في النيورو ماسكلر جنكشن ان ان. والان ان دي ليها علاقه بالايه؟ صوديوم شانل. الاسيتايلكولين بيقعد على الان ان ويمسك ويفتح الصوديوم شانل ويدخل صوديوم. فيعمل depolarization muscle contraction. ده ألف. لو اديت دواء اسمه كورالي. الكورالي هيقعد مكان الاسيتايلكولين. يبقى ليه افينيتي بس ما فتحش ايه؟ الكالسيوم شانل ما لهوش ايه؟
الافكاسي اللي جاب هيقول لي ايه الفارماكولوجيكال اكشن بتاعته؟ هيقلل الكونتراكشن بتاعته من ايه؟ المصل ويتسكيل المصل. صح؟ كلنا عارفين حاجه اسمها اوبيويد ريسبتور، صح؟ اللي بيشتغل عليها اندوجينس اوبيويد، صح؟ انا ممكن اديلك دواء بره اسمه مورفين يروح يشتغل على الاوبيويد ريسبتور فيعمل حركه كده مش ممكن تعرفوها في البوتاسيوم تشالنج، فيطلع بوتاسيوم يضيع البي، يبقى ايه؟ اكتيفيتي افكاسي واكشن. يبقى عندي دواء اسمه نالوكسون. النالوكسون بيقعد على الاوبيويد ريسبتور وما يخليش مين يقعد؟ المورفين. بتفتح يا اسطى بوتاسيوم تشالنج؟ لا. هتعمل انالجيسيا؟ لا. يبقى انت ايه؟ انا هستخدمه ايه؟ لو عيان واخد مورفين كتير وعاوز انتاجونايز الافكت مورفين كتير. يعني بالبلدي كده ممكن استخدمه في علاج المورفين. الراجل اللي واخد اوفر دوز مورفين ده ممكن يجيله في دماغه ريسبيراتوري فيلير. واحد جاله ريسبيراتوري فيلير عشان واخد اوفر دوز مورفين مش مدمن. واحد داخل يعمل عملية وخلي ثلاث أربع حقن مورفين. ده ممكن يخش توكسيستي منين؟ المورفين ويجيله الاستمرارات الدبريشن يعمل له كده. واحد من الاوبسيوم. ازاي المورفين قاعد على سيكتور ما بيشغلش الاوبسيوم. فالاستمرارات الدبريشن اللي كان عامله المورفين اتمنع يبقى اللي جدع يكون الاوبسيوم قبل الاستمرارات بتاعته. وعادي التوكسيستي اوف مورفين فممكن اسميه انتيدوت للمورفين. وكلمه انتيدوت يعني حاجه تسمى تقريبا توكسيستي بتاعت حاجه ثابته. كنا بنزور الادويه المهمه قوي الادويه التوكسيك. طيب عاوزين ناخد مثال كده احنا خدنا الاجنسوار تانوس. عاوزين ناخد مثال لايه؟ للدواء باشر. قالوا لكم المثال بتاع الدواء الباشر دواء برضه بيشتغل على الاوبيويد ريسبتور. بس بيشتغل ازاي؟ يا ترى ايه الطرق؟ هو بيشتغل على الاوبيويد ريسبتور زي المورفين اجونست ولا انتاجونست؟ الدواء ده اسمه بيو بري مورفين. بيو بري مورفين الدواء ده لو اكسوجينوس مورفين وقاعد هنا صح؟ ودي البوتاسيوم عشان بتكتب عليها مش مهم عليك دلوقتي. وخدت البيو بريمورفين البيو بريمورفين يزق المورفين ويقعد مكانه ما بيأثرش على البوتاسيوم. اللي جاي لك دلوقتي بقى اجوز صح؟ طب ايه رايك لو العيان مش واخد المورفين من بره؟ البيو بروتوفين هيقعد على ايه؟ على سيرفز ويبايند يعني ايه؟ فهمت؟ ويفتح البوتاسيوم شانل بس مش قوي. ضعيف شويه. فهيطلع شويه بوتاسيوم فيعمل انالجيسيا قويه زي ما في. يبقى الدواء في الحاله دي في عدم وجود اكسجينوس بروتين قعد بلاقي ايه؟ فتح وطلع طلع يبقى ليه افكاسي بس الافكاسي بتاعته اقل من ده في الحاله دي بيشتغل از انيمس. يبقى اللي جاب هيقول هو البيو بريوتين هيشتغل انيمس ولا لا؟ في اكسوجينس مورفين ولا لا؟ في اكسوجينس مورفين؟ اه يبقى مفيش اكسوجينس مورفين؟ اه هبقى انيمس بس اجلس اضعف منه الفيكس بتاعي اقل شويه. فانا في الحاله دي هبقى بارشال اجلس. يبقى كده ما حد يسالك يقول لك الليجند ماي بايند يوز ريسبتور في كام احتمال؟ انا ثلاث اجلس انتاجونس بارشال اجلس. تمام؟ لو انا جبت علاقه بين حاجتين واكيد انتوا سمعتوا الكلام ده كذا مره فانا عارف كده لو حاجه مره قبل كده لو جبت علاقه
response to the drug may with dose. كل ما تزود الدوز يزيد الإفكت أوف ذا دراج، كل ما تزود الدوز يزيد الإفكت. دي علاقة إكسبوننشال يعني، أو علاقة يعني إيه؟ يزيد يزيد ذا دايت. طب هتفضل تزود وأنا زود فور لايف؟ فور إنفينيتي؟ لا. هتلاقي نفسك كل ما بتزود الدوز يزيد إيه؟ الريسبونس أب تو ليميت. بعديها لو زودت الدوز نو مور إنكريز إن الريسبونس. الكيرف اللي طلع ليه علاقه بالايه؟ الدوز والافكت. الدوز والريسبونس فبيسموه دوز ريسبونس صح؟ يبقى الناس هيقولوا الكيرف ده كان ماشي كده؟ لا معوج كده. صح؟ معوج يعني داخل في بلاتو. ومعنى البلاتو في الفارما مهما دخلت البلاتو مهما زود في الدوز نو كورسبوند انكريسين ريسبونس. الماكسيمم ريسبونس هنا لو زودت الجرعه عند عمره ما هيزيد، ويسموا الريسبونس ده او الافكت ده اي ماكس. اتفقنا؟ الافكت ده يسموه ايه؟ اي ماكس. ايه رايك لو رسمت لك دوايين عملت الدوز ريسبونس كيرف بتاعهم، واحد طلع كده واحد طلع كده، تتوقع مين قال وصلت من البشر؟ اللي ليه افتكاسي اعلى بس تفرق لو ده البيو ابت وده الايه؟ طب ايه رايك لو اديت دواء واديت اجوز ولا الهواء؟ انت يعني لقيت افكت زيرو ما بيتغيرش؟ يبقى ده ايه؟ طب ايه رايك بقى الحته دي ما تطلعوش بقى فيها؟ ايه رايك؟ لو اديت الدواء ده الادوست ده الهستامين ادوست على اس 1 ماشي؟ ايه رايك؟ لو اديتك حاجه وقمت مدي هستامين لقيته زيرو يبقى ايه؟ انت طب لو لقيته عمل كده العكس انفرس انفرس ادوست. الهستامين على البلاد فيسلز بيعمل فازو دايلاتيشن. الانفرس اجنس على البلاد فيسلز هيعمل فازو كونستريكشن. الانتاجونس هيمنع الفازو دايلاتيشن بس. سو اللي جاب هيقول لي انت اللي هي بتشتغل انفرس اجنس. لو اشتغل على الريسبتور يعني ليه افينيتي وافيكاسي. بس الفارماكولوجيكال اكشن بتاعته عكس الفارماكولوجيكال اكشن بتاعت البيور انالست. ذمتك البارشال انالست عكس لا زي المساله، ولكن مين العكس؟ ها؟ الانفرس انالست. تفسير الحكايه دي ايه؟ انا هقولها زياده من عندي يعني، انك انت في بعض الريسبتورز ولتكن الاتش 1 ريسبتور يبقى ليها شكلين، ده اتش 1 وده اتش 1 ده شكل وده شكل والاثنين ايه؟ انترتشينجبل ان اكوليبريم ماشي. لو انا اديتك هيستامين هيشتغل على النوع ده على الشكل ده، فكل الشكل ده يبقى كده بيحصل شيفت، بيحصل فازو دايلاتيشن ماشي. طب لو اديتك دواء يشتغل هنا وكل ده في الناحيه دي وعمل باز كونستريكشن ده ايه؟ انفرس حاجه. طب اللي جاي هيقول لي مين مش هيغير الاكوليبريم؟ الانتاجونس هيمنع ده ويمنع. يبقى ابن ناصر يقول لي هم كل الريسبتور عندنا ممكن يبقى ليها اجنس وانتاجنس وانتاجنس اجنس. سب ريسبتورز يبقى ليها ايه؟ شكلين وبينهم ايكوليبريم انترتشينجبل صح؟ واشهر مثال ليك تعرفوه دلوقتي الهيستامين والريسبتور. انا لو سالتك وقلت لك اللي بيشتغل هنا ده انفرس اجنس صح؟ واللي هنا اجنس
شوك، لا مش شوك، طلع عنده شويه هيستامين كتير كده وجاله ارتكاليا. ده تعمل له ايه؟ تدي له الانتي هيستامين، انتي هيستامين اللي بتشتغل على الشكل الثاني وتعالج الفازو دايليتيشن اللي عامل ارتكاليا وتعمل فازو كونستريكشن. العيان اللي طلع عنده هيستامين بيبقى محمر، عاوز ابيضه، اكيد ده عيان فازو دايليتيشن ولا فازو كونستريكشن؟ فازو كونستريكشن. ما بنحبش نسمي الانتي هيستامين هيستامين انتاجونست. هو بيعمل هيستامين انتاجونست، بنسميهم اتش 1 بلوكرز، لكن دلوقتي بنسميهم انفيرس اكتيفست. يبقى اللي ناقص اخر مره والليجن ممكن يشتغل اس اربعه الهيبرين ده دواء اسيدي، واللي جاي هيقول لي
اهو مكتوب عليها بالهبل. الهبل اسيتك دراج كويس كان الفلوس بتاعته ايه؟ نيجاتيف شارج. هبل انتي كويس. الهبل انا بديته العيان تو بريفنت اب نورمال ثرومبس، ولكن الجرعه زادت مني فمش بس بيمنع الابنورمال ثرومبس، ده منع كمان حاجه اسمها النورمال ثرومبس. ايه ده؟ رياكشن نورمال ثرومبس؟ انتوا قلت طبعا ايه بس انا عامل كده. انت ما تعرفوش تسمش عشان نورمال ثرومبس؟ ليه ما اولا صلح لكم الكلمه اللي
شكل تاني من نفس الريسبتور كوليسترول مش ان بي سي. طيب اللي نفهم على الريسبتور بتاعه ايه؟ اجلوس استنينا على الريسبتور بتاعه اجلوس صح؟ ده عامل افكت ده عكسه صح؟ اقدر اقول لك ان النفرين فيسيولوجيكال اند باكولس فور الهستامين ده ريسبتور؟ لا وعشان كده بيسمى الانتاجونيست ده نون ريسبتور. طب اللي بيقولوا عليه انه ريسبتور من ايه؟ ان الانتاجونيست بيشتغل على اذر ريسبتور بريديوسنج اوبزيتور. فهمتوا ليه؟ فالناس اللي بيقولوا عليه نون ريسبتور ميديتد عشان هم بيعتبروا الانفرين انتاجونيست فور انذر سبستنس. خلاص؟ والناس اللي بتعتبره ريسبتور ميديتد هي مش مهتمه بنفرين الاكشن بتاعه الريسبتور بتاعه عكس الاكشن بتاع بتاع الهستامين. وفي الحالتين حد يقدر يقول لي يعني ايه في السولوشن يعني الانتاجونست ماده تشتغل على الاذر ريسبتور بروديوسينج اوبزيتور. ممكن اعتبرها ريسبتور ميديتد ميكانيزم، ممكن اعتبرها نون ريسبتور ميديتد ميكانيزم. طب لو جالي في الام سي بي، الام سي بي يعني سلاح التدمير دول ايه؟ كده بتعمل كده بتعمل بيقولوا نون ريسبتور. انا شرحتها لكم بقى اللي هي نون ريسبتور بيديتد عشان يبقى نفهم الانتاجونايز الاسلاميين مش الانتاجونايز الاسلاميين. اتفقنا؟ حلو. كان في الانتاجونيز؟ في السلوش كان ايه؟ انتاجونيست والاثنين دول بنعتبرهم ايه؟ نون ريسبتور ميديتد انتاجونيست. في بقى ريسبتور ميديتد انتاجونيست احنا بنسميهم فارماكولوجيكال انتاجونيست. ازاي القصه بقى؟ فارماكولوجيكال انتاجونيست سهله جدا. بصوا طبعا كلكم عارفين الريسبتور الى حد ما شبه ايه؟ الانزيم. الانزيم ليه تو سايد بايندنج سايدز وايه؟ الستيريك سايد. هتلاقي الانزيمز برضه ليها بايندنج سايد وايه؟ الستيريك سايد. بصوا عشان اقول على دواء انتاجونست لماده في جسم الفارماكولوجيكال انتاجونست لازم الدواء والماده تشتغل عليه. نفس الاسم. غالبا اللي في جسمنا بيبقى ادمس صح؟ غالبا الاجونست بيمسك فين؟ البايندنج سايد باي الكتروستاتيك فورس. غالبا الاجونست في جسمنا بيمسك في البايندنج سايد في الريسبتور باي الكتروستاتيك فورس. صح؟ لو اديتك دواء بيمسك على نفس البايندنج سايد اوف ذا سيم ريسبتور برضه ايه؟ الكتروستاتيك بوند هسمي وعمل ايه؟ ما خلاش الادونس يشتغل هسميه انفرس كومبيتيتيف انتاجونس. يبقى اللي جدع يقول لي امتى نقول على دواء كومبيتيتيف انتاجونس؟ لو اشتغل على نفس السيتي وكومبيت مع الادونس على نفس البايندنج سايز وهو والادونس مسكوا على الريسبتور باي الكتروستاتيك ويك ريفرسبل بوند. يعني الروتا هتمسك اللي جدع يقول لي مين يكسب؟ الاثنين بيتخانقوا على نفس الكرسي. الهاير كونسنتريشن وعشان كده الديوريشن اوف انتاجونيزم بتاع الدواء ده الكومبيتيتيف هيعتمد على الريلاتيف كونسنتريشن. لو عاوز الانتاجونيست يكسب زود الانتاجونيست. لو عاوز الانتاجونيست يكسب زود الانتاجونيست. فاهمين ولا لا؟ اشهر مثال الاسيتايل كولين والكوران. اللي جاي يقول الاسيتايل كولين والكوران بيشتغلوا على نفس الريسبتور؟ اه. الريسبتور ده هو مين؟ الان ام. الاسيتايل كولين بيمسك بالالكتروستاتيك بوند والكوريري بيمسك الالكتروستاتيك بوند. مين هيكسب؟ لا
انا مدي الكوريال كتير زائد اسيتال كولين وقاعد يعني ليه؟ افند ما قدرش يفتح الصوديوم عشان ما تعملوش افتكس بس عمل فارماكولوجيكال اكشن ما لعبش بايه؟ اسيتال كولين فعمل ريلاكسيشن صح؟ اللي جاب قال لو انت عاوز الكوريال ده ما يشتغلش زود ايه؟ اسيتال كولين تك 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 يعني ايه؟ زائد ايه؟ الكوراري واعمل اسيتايل كولين افينيتي وتفتح الصوديوم شانل افيكاسي وكونتراكت العضلات فارماكولوجيكا صح؟ اللي جدع يقول لي ازاي تخلي الاسيتايل كولين تكتر؟ احسن حاجه في الدنيا انك تضرب الانزيم اللي بيكسر الاسيتايل مين الدواء اللي بيكسر قصدي مين الانزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين؟ كولين ستريس فهتدي الدواء مشهور قوي اسمه نيستجنين. نيستجنين هيزود الاسيتايل كولين ولا يقلله؟ هيزوده وبيمنع تكسير الاسيتايل كولين باي انهبيتنج كولين ستريس. اللي جدع يقول ان نيستجنين هيبريفنت توكسيستي بتاعت كولين. يبقى نيستجنين انتي توب فور كولين توكسيستي. زي ما كان النالوكسون انتي دوت فور فين توكسيست وزي ما كان البروتامين سلفيت انتي دوت فور فين توكسيست كده اتعرفت كام؟ ثلاثة. اللي جدع يقول لي لغاية دلوقتي انا اعتبرت الكوراري كومبيتيتف ليه؟ نفس السيلز نفس البايننج سايز الكتروستاتيك بوند ريفرسبل والديوريشن اوف انتاجونيزم هيعتمد على ريلاتيف ايه رايك بقى لو عندي انتاجونست يا اما يتخانق على نفس البايننج سايت يا يمسك في اذر سايت ماشي؟ اللي جدع يقول لي الفرق الاساسي بين ده وده ايه؟ ان ده حتى لو عاوز يمسك في البايننج سايت هيمسك فيها باي كوفيلنت بوند سترونج بوند ايرفيرسبل اما ده هايدروستاتيك بوند الكتروستاتيك بوند ريفيرسبل بوند ويك بوند لو الدواء مسك في الريسبتور باي كوفيلنت بين سترونج ايرفيرسبل بوند او ايفن مسك في الالستريك سايد وغير شكل الريسبتور فالاجوز ما عرفش يقعد في الحالتين الاجوز مش هيشتغل يعني يمسك في مكان ويقعد ينزع الكرسي وما يقومش فمين ما يعرفش يقعد؟ الاجوز يا اما يروح يقفل الباب فالاجوز ما يعرفش يخش غيرت شكل الريسبتور وباظ الريسبتور اتفقنا؟ اللي جدع يقول لي مين يكسب؟ الاجوز ولا الاجوز؟ الديوريشن اوف انتاجونيزم يعتمد على لو زودت من هنا للسنه الجايه الاجوز مش هيضيع ترسيب الانتاجونيزم علشان ماسك الريفرسبل لازم تنقل ماسك على سيرته مش عاوز السؤال طب ازاي ما اخليش الانتاجونس يشتغل؟ ازاي الجسم بيخلص من تاثير الريفرسبل انتاجونس؟ نعمل حركه ظريفه جدا يعني ايه؟ ادي السيل هنا وادي الريسبتور اللي باظ اللي مش بيمسك فيه ايه؟ الريفرسبل انتاجونس الواحد اللي سبته كان دخله جوه دي حاجه اسمها انترنالايزيشن ومكسره ورايح للرايبوسوم هناك لو سمحت كمان البروتين كان مطلعين واحد جديد دي يسموها ايه؟ اكسترنالايزيشن اللفه دي اسمها التيرن اوفر لو عاوز احفظ في الريسبتور بايظ لازم في الريسبتور اعمل ايه في التيرن اوفر؟ قال لك الجسم يعمل ايه في التيرن اوفر؟ يزود ياخد الريسبتور اللي باظ دي ويدخلها ويطلع النيو ريسبتور مش ماسك فيه ايه؟ الانتاجونست فممكن دي يشتغل على مين؟ ولو دلوقتي قلت لك يعني ايه ريسبتور تيرن اوفر؟ تقول لي هو الاكسترنالايزيشن والانترنالايزيشن يعني ايه انترنالايزيشن؟ الريسبتور بيتاخد جوه السيل ويكسر يعني اكسترنالايزيشن يعني لما الريسبتور بيتكون نيو ريسبتور يطلع اللفه دي تبقى اسرع فنخلص بسرعه من تاثير ايه؟
الإجابة هيقول له بقى لو اللفة دي كانت بطيئة. ده يا ابني. صح؟ واللي جدع بقى دلوقتي يقول لي أربع فروقات بين الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف. ده نفس السايت، ده نفس السايت. وده يا إما نفس السايت ولا نفس السايت. صح؟ ده الإلكتروستاتيك بوند ريفرسيبل، ده إيه؟ كوفيلنت بوند ريفرسيبل. هنا الاكسبيريشن انتاجونيزم هيعتمد على الكونسنتريشن. اف اي انكريز الكونسنتريشن اوف اجروس هيقل الافكت اوف انتاجونيزم. صح؟ هنا الديوريشن اوف انتاجونيزم هيعتمد على الريت اوف تيرن اوفر. لو زودت تيرن اوفر اخلص بسرعه من تاثير الانتاجونيزم. طب الفرق واحد ايه اللي يحصل في الدوس ريسبونس تيرن اوف اجروس؟ لو اديت كومبيتيتيف ولان عقول ده مهم في النظري في العمل، في العمل الاسبوع الجاي على طول ان شاء الله بعدين هتاخدوا الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف انتاجونيزم هتعملوه على البرنامج اللي على الكمبيوتر ده اسمه مايكرو لاب. اتفقنا؟ ايه بقى الفرق بينهم؟ بصوا الاثنين هيكونوا دلوقتي انا بعمل الدوز ريسبونس كيرف منين؟ بالاجنس. بعمل الدوز ريسبونس كيرف منين؟ بالاجنس. عملت الدوز ريسبونس كيرف بالاجنس طلع كده. ده مين ده؟ ده الاجنس. عملت الدوز ريسبونس كيرف بالاجنس طلع كده. صح؟ ده لسه ده بتاع مين؟ بالاجنس. الواحد ولا الواحد؟ الواحد. قمت راجع تاني عامل الدوز ريسبونس كيرف لنفس الاجنس بنفس الدوز ولكن في وجود دوز الانتاجونس. يعني جبت الانيمال كنت مديله دوز ايه؟ الانتاجونس ورجعت اديله الاجنس واعمل دوز ريسبونس كيرف. اديتك قد ايه من الانتاجونس؟ اكس. كمية اكس. لقيت عامل كده. اللي جاب عينه الاحمر ده ايه؟ ده الانتاجونس؟ لا الانتاجونس بس بوجود ايه؟ الانتاجونس. اللي جاب عينه بقى الانتاجونس ده عمل ايه في الدوز ريسبونس كيرف في الانتاجونس؟ عمل له شيفت تو رايت. طبعا ممكن تعملوه انتوا في العملي مش لازم الاثنين يطلعوا من نفس النقطة. ممكن تعملوا معاه ايه؟ انت بقول لك هات لها احمر بيتري اسود. ايه؟ طبعا عاوز احمر بيتري اسود. ليه ممكن تلاقي عامل كده؟ ممكن تلاقي من نفس النقطة مش فاهم. المهم مين اللي ثابت؟ الاي ماكس. خلاص؟ السؤال هو لو انا عندي نوعين ليهم نفس الايماكس او بلاش دوايين دواء لوحده ودواء مع ايه؟ الانتاجونس ليهم نفس الايماكس هقول ان ليهم نفس الافيكاسي. So if I want to compare the efficacy بعمل دوز ريسبونس كيرف للدوايين او الدواء لوحده ومره تانية مع الانتاجونس. لو لقيت الاي ماكس واحده يبقى الافكاسي ايه؟ انا لو سالتك في الامتحان قلت لك ازاي تقيس الافكاسي اوف ذا دراج؟ اي ماكس والاي ماكس اعمل دوز ريسبونس كيرف ايه؟ اي ماكس قيس الاي ماكس. ولو عندك دوايين عاوز تقارن بينهم ريجاردنج ايه؟ الافكاسي اللي ليه فيه يبقى ايه؟ higher E max يبقى more effective. higher E max يبقى more ايه؟ effective. فمثلا لو عندي دواء كده والدواء الثاني كده ده اكس وده واي وقلت لك مين more effective؟ اكس ولا واي؟ اكس تعمل ايه؟
في عندي البلاتو تعمل الخط بيبقى اللي جاي ده هنا دي الاي ماكس بتاعت اكس. في عندي البلاتو هنا وتعمل الخط ده الاي ماكس بتاعت واي. كل ما بتحرك لفوق الافكت دي سي واللي جاي ده هيكون مين الافكت بتاعه؟ اكس تمام؟ في حاجه بقى ثانيه تقيسوا بيها ايه؟ بيقارنوا الادويه بينهم وبين بعض، حاجه اسمها البوتنس. البوتنس اللي بلدي كده معناها ايه؟ احنا الاثنين بنعمل نفس الافكت. ماشي؟ انت بتعمله بالويتش دوز ولا بالويتش دوز؟ احنا الاثنين مشتركين في افكت معين. ماشي؟ بنقارن انت بتعمله بالويتش دوز وانا بعمله بالويتش دوز. واللي يعمله بالسمولر دوز يبقى صح؟ لو عندي عملت دوز ريسبونس كيرف بالدواء الاسود عامل كده وقال لي مثلا الدواء الاحمر اللي جاي هيقول لي مثلا مين مور افكت؟ الاثنين زي بعض، ايه اللي خلاك تقول الاثنين زي بعض؟ عشان الناس بتاعتهم واحد صح؟ لو سالتك سؤال سهل تقدر تقول لي ازاي احسب الدوز اللي بتعمل نص الماكس الدوز اللي بتعمل نص الماكس هنا هاجي عند نص الايماكس يعني نص الايماكس واعمل خط كده صح وانزل على الدوز واقول لك دي الدوز ويتش بروديوس نص الايماكس بتاع الدواء طب اللي جاي يقول لي دي ايه؟ الدوز اللي بتعمل نص الايماكس بتاع الدواء هسمي دي اي دي 50 بتاعت الدواء الاسود او اي سي 50 هي هي هنا هنسميها الاي دي 50 بتاعت الدواء الاحمر كل ما بتتحرك الناحيات دي الدوز بتزيد اللي جاب هيقول لي ايه؟ مين الاي سي 50 بتاعت الازرق؟ الاسود اول على الاسود مور هما الاثنين عملوا نص انت عملتها في 5 مللي جرام وانت عملتها في 20 مللي جرام. اللي عمل نفس الافكت بجرعه اصغر هو اللي جدع يقول لي if I want to compare two drugs regarding efficacy and potency اعمل دوز ريسبونس كيرف وطلع الاي ماكس واللي ليه هاير اي ماكس اهو افكت وطلع الاي سي 50 اللي ليه لور اي سي 50 تفهم؟ البوتنسي بيقيسوها حاجه ثانيه. لو البوتنسي ممكن تقاس بحاجه ثانيه. والحكايه دي بنضطر نعملها لو انا بقارن بين دوايين ما لهمش نفس الايماس. دواء مثلا عامل كده ودواء عامل كده. الايماس دي هي دي؟ لا. طب انا كده مش عارف اطلع الاي سي 50 دي. الاي سي 50 بتاع ده اللي سي 50 بتاع ده هما الاثنين ما بيعملوش نفس الريسبونس اللي سي 50 عشان ده غير ده فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني ده لو الماكسيمم بتاعه 100 تبقى النص ال 100 كام 50 ده النص بتاعه 30 ده النص ال 100 15 ما ينفعش اما هنا الاثنين 100 صح؟ اللي هنا 50 اللي الاثنين هنا الجرعه اللي بتعمل 50 وهنا الجرعه اللي بتعمل 50 فلو عندي اي ماكس مختلفة نعتمد على السلوب بس بميل الكيرف ده ميل الكيرف ده ميل الكيرف اللي جدع يقول لي مين ميله الاعلى؟ الميل الاعلى اللي هو بيبقى واقف اكتر ناحية ال 90 أو لو أنت سيادتك تخيلت نفسك إنك قاعد على الكيرف الزحمة أكتر إمتى؟ لو قاعد على الكيرف ده ولا الكيرف ده؟ على الكيرف ده هنا أعلى إيه؟ سلوب وهنا زيرو سلوب. إحنا ماشيين دلوقتي على سلوب إيه؟ زيرو. أما لو طالعين السلم يبقى في سلوب كل ما السلم يبقى واقف كده بسلوب أعلى وأنت بتتكسح. صح ولا لا؟ ساعات إيه؟ بتاع واقف كده. دي تطلع في التعبير.
السؤال كل ما الاسلوب عالي البوتنسي تزيد. يبقى اللي ناصح يقول البوتنسي ده احسبها دي 50 وصل دي 50 لو الاي سي 50 الاي ماكس قصدي ثابته مش هترجع ليه على الاي دي 50 والقانون كل ما الاي دي 50 صغرت يبقى الدواء مور بوتس. اما اللي جاي هيقول لي لو عندي ديفرنت Gracias.
كان زمان 5 جنيه دلوقتي معمولها ب 500 جنيه.
إلى 5 جنيه ولا 5 جنيه؟ 5 جنيه. إلى 5 جنيه. لو جاب إيفكت. لو عمل سالب إيفكت مضطر يقعد. يعني ولا مش على طول شايف ده 500 على طول لا. فاهم؟ عشان السالب إيفكت ما تكسرش كل عينين. يعني يقول لك الدواء ده بيعمل إسهال مش كل اللي هتبقى يجي لهم إسهال. في إنديفيدوال بيننا وبين بعض في إنديفيدوال فاريشن. بس خد بالك بقى من حاجة مهمة أوي. الدوز ريسبونس كيرف نوعين. أنتوا فاكرين كنا حاطين على الواي أكسس هي إيه؟ ها؟ الريسبونس الريسبونس كل ما تعلى كده الريسبونس إيه؟ بيزيد. الريسبونس هنا ثابت ولا جريدنت؟ جريدنت بيزيد كل ما تعلى في الواي أكسس. يسموا الكيرف ده جريدنت توز ريسبونس كيرف. هيطبع كده اللي جاب الاول دي اسمها ايه؟ اي ماكس مصطفى كده تبقى في سي 50 والمناصب يقول لي الديفينيشن اوف اي سي 50 في الجريدنت توز ريسبونس كيرف. في نوع تاني بقى من الدوز ريسبونس كيرف بيسموها اول اور نان. اول اور ايه؟ انت لو بتحطش على الواي اكسس هنا الريسبونس جريد ده انت انا وانت بنتفق على فيكسد ريسبونس هتقول ماشي بس هتحط على الواي اكسس فيكسد ريسبونس لا يحصل طب لو حصل اكتر من مش هحسبه طب لو حصل اقل من مش هحسبه يا هو يا بلاش قول والله هتقول مش بس هتحط ايه بس والله لو حطيت الريسبونس كده كل ما تعلى يزيد الريسبونس يبقى جريد الريسبونس هنا ثابت اعمل ايه؟ احط على الواي اكسس البرسنتج of responders. هتقول لي مش فاهم. يعني ايه اصلا البرسنتج اوف ريسبونس؟ مش احنا لما بنتكلم على ريسبونس معين الكيرف ده ما بتعملش غالبا غالبا هو مش 100% غالبا الاليوز. فتخيل مثلا عندي اربع مجموعات من الاليوز كل مجموعه فيها 10 اليوز. ماشي؟ الجيت دي الجرعة دي اكس ودي الجيت دي 2 اكس وهنا 4 اكس وهنا 8 اكس ثلاث اربع جرعات اهو واحنا متفقين على افكت معين مثلا بلاش تكون في يعني مثلا اي حاجه اللي ضغط الانيمال فيها يزيد 10 ملم صح؟ انت اديت الجرعه دي لكام انيمال؟ 10 كم واحد فيه الضغط زاد 10 ملم؟ قلت له والله انا في ناس زادوا 10 في ناس زادوا 15 في ناس زادوا 2 5 قال له ماليش دعوه انا عاوز اجيب 10 قولوا لو هم 10 انا مثبتها صح؟ كم واحد؟ قلت له 2 صح؟ اقول ان كم حصل فيهم الريسبونس اللي انت عاوزه؟ 20 من 10 يعني كام في المية؟ 20% ايه تحسب هنا؟ 140% بتحسب هنا هتبقى 80% بتحسب هنا 100% من اللي خدوا الجرعه دي حصل فيها ريسبونس اخد النسب دي احطها هنا والاكس دوزز وتبقى علاقه بالاي وايه؟ الدوز والبرسنتج اوف ريسبوندر تو سبيسيفيك ريسبونس احنا متفقين عليه. اظرف حاجه هيطلع الكيرف عامل كده برضه بس اللي جدع يقول لي هنا هتبقى ايه؟ معناها ايه؟ من الماكسيمم افكت؟ لا يا اسطى الافكت زيرو عند الليفل ده 100% من اللي خدوا الدواء حصل فيهم الريسبونس من عنده صح؟ اللي جدع يقول لي بقى هنا في النص يبقى ايه؟ 50% من اللي خدوا جابهم الريسبونس اللي انت عاوزه طب لو طلعت الجرعه دي
الجرعة اللي هتعمل من الريسبونس اللي عاوزه 50% من الألم، صح؟ وبرضه هسميها الاي سي 50، وغالبا يعني بالعبط كده بالعبيط يعني غالبا احنا الريسبونس اللي احنا عاوزينه تو كيور البيشنت اللي جاب ان الاي سي 50 وات از الديفينيشن بتاعها في كل المرض 50% يا عم الناس كلها خافت ان انا بزوجها، صح؟ اللي جاب عيوني لو فضلت ازود في الجرعات هيبتدي بقى يظهر النظر اللي فيك انت مش عارفه ده غالبا ايه؟ توكسيسيتي. طب لو انا عندي ميول عدوانيه وعاوز اشوف كام واحد الجرعات الكبيره من الانيمالز يوز ازاي؟ يا نهار ابيض انت هتتعود الانيمالز ولا انت هتاخد الجرعات كبيره ولا وهيطلع الكيرف الغريب قوي وشبه ايه؟ شبه الكيرف الاولاني قوي. بس هنسميه ليتل ايه؟ كيرف، ليس عموميت. اللي جاب عيون النقطة دي تمثل ايه؟ كل الأنيمال ماتوا، صح؟ تقدر تطلع لي الجرعة اللي تناول نص الأنيمال؟ كده كله مات، كده النص مات، تعالى هنا وانزل هنا. وتبقى الجرعة دي هي اللي هتموت نص الألم. يسموها NBD. واللي نصر كل ما هي الليتال دوز فيت. يعني الدوز ويتش كيل 50% اوف انيمالز. دي نقطة بناخدها من الريسيرش. طب ليه 50%؟ الدوز ويتش كيور 50% اوف بيشنز او انيمالز. ودي نقطة بناخدها على الثيرابيوتيك. صح؟ تقدر تحسب الـ ADD 50 من الجريد الدوز ريسبونس كيرف؟ لا. علشان الديث افكت نوت جريد. انت بتقيس حاجه مش جريد، يا مات يا ما ماتش. ما ينفعش اقول ايه؟ مات 10%، مات 20%، مات 40%، مات خالص. فعشان اللي انت بتقيسه نوت جريدد ما تقدرش تعمله في الجريدد دوز ريسبونس كيرف. اصل هو السنه اللي فاتت الناس سبته فيها. قال لك ان ال دي 50 ب 50 الدوز ويتش كيل 50% وبقى نعمل الجريدد دوز ريسبونس كيرف. غلط خالص. ليه؟ مش كده. الجريدد دوز ريسبونس كيرف كان نوت. ماشي. ال 50 بقسمها بالاولر نون دوز ريسبونس كيرف. مين هي توكسيك اكتر ولا مش بيموتوا في 5 كيلو؟ وملي كمان. يعني حاجة محتاج تاخد فيها 5 كيلو عشان نص الأنيمال تموت، يبقى سيف ولا توكسيك؟ أنا لو خدت 1 ملي جرام لأن نص الأنيمال تموت. تاني كل ما الـ دي 50 الدوس ويتش كيل 50% بتصغر. لو يسموه توكسيك. طب لو الـ LD50 كبرت قوي ده انت لو كلت 5 كيلو بسبوسه هتفطس. بسبوسه سيف ولا توكسيك؟ سيف. اما لو قلت لك لو كلت 2 ملي جرام من البسبوسه ويبقى من الناصح يقول لي اول فايده من الـ LD50 تدي لك ميجرمنت.
والجدع يقول له هو انا المفروض اطلع الدواء ال دي اف بتاعته تبقى كبيره ولا صغيره؟ كبيره كبيره عشان الدواء. لو خدت ال دي 50 وقسمتها على ال دي 50 هيطلع حاجه اسمها ثيرابيوتيك اندكس. يبقى اللي الناصح يقول لي ده هو ثيرابيوتيك اندكس. ريشيو بين ال دي 50 عادي جدا. اللي انصح يقول الثيرابيوتيك اندكس بنقسمه من كولور نان ولا جري؟ كولور نان. عشان في ايه؟ ال دي 50 اللي هي ما نقدرش احسبها بالعربي. صح؟ اللي جدع يقول الثيرابيوتيك اندكس ايه الريشيو؟ ايه اليونتس بتاعته؟ ملهاش يونتس. ملهاش يونتس ليه؟ ملهاش يونتس. ملهاش يونتس. جابوها برضه السنة اللي فاتت وغلطوا قال لهم الثيرابيوتيك اندكس بتاع دواء 100 مللي جرام. دي صح ولا غلط؟ غلط. انك انت دي دوس على دوس، انا قلت مثلا 100 مللي جرام على 1 مللي جرام، دي مع دي ودي مع دي تبقى 100 100 ايه؟ ولا حاجه. فالثيرابيوتيك اندكس هاز نو ليميتس. اللي جدع بقى يقول الثيرابيوتيك اندكس ده الرقم كل ما يكبر يبقى الدواء سيكر الريسبتور بتاع
طبعا كلكم عارفين بروتين النيتشر والفاتي ده عامل زي ايه؟ زي الحق عامل لوبس كده. كل لوب من ده اسمها دومين وقال لها نهايه بره بيسموها ليجل بايندنج دومين ونهايه جوه اسمها ايه؟ افكتور بايندنج دومين. الكلام ده مهم؟ لا. ده كلام في السيرش. الكلام ده المهم بتاعنا هو ايه؟ انواع الريسبتورز. يبقى سيمر ريسبتورز كذا نوع. النوع الاولاني دي يسموه ريسبتور اكت از ايه؟ ايرون شاك. يسموه ليجر ديجيتد ايرون شالز او سيمر اكت از ايرون شالز. ده ريسبتور فور فاست ترانسميشن. هي فكره اللي احنا عاوزين نقولها كلها ايه؟ مكرتيف بتبتدي دراج يمسك الريسبتور يعمل حاجه. والانبلس بقى تطلع من الدراج على الريسبتور على الحاجه دي يسموها سيجنال ايه؟ ترانس دكشن. تمام؟ سيجنال ايه؟ ترانس دكشن. لو كان خدوا بالكم ده ريسبتور اهو موجود على السيجنال ده كده. ماشي؟ ده اللي هيعمل الافكت اللي بيسموه ايه؟ الافكت صح؟ هل في اناتوميكال كونكشن بينهم وبين بعض؟ لا لا مفيش. صح؟ احنا عندنا نوع من الريسبتور مفيش اناتوميكال كونكشن بين الريسبتور وايه؟ والافكتور. بينهم حاجه وسيط. الليجن اللي بيتفاعل مع الريسبتور ياثر على الوسيط ياثر على الافكتور. النوع ده من الريسبتور الوسيط بتاعه اسمه جي بروتين. اتفقنا؟ معايا؟ فيسموا الريسبتور ده جي بروتين لينكد ريسبتور. ماشي؟ الجدع بقى يقول لي ده اسرع ولا قلت لك الريسبتور نفسه يلف حوالين نفسه ويعمل خرم جواه. الخرم ده هو الافكتور. يعني مثلا كده ده بقى ايه؟ افسرها دي لو الورقه دي هي ايه؟ الريسبتور. الورقه دي لو انت لفتها كده هيحصل ايه؟ هتحصل تشالنج. دي الافكتور. تعرف تفصل الريسبتور على الافكتور؟ لا، ده حته واحده. الريسبتور في 3 دايمنشن لف حوالين نفسه وعمل تشالنج. صح؟ هو ده الدراج اللي بيلتهب مع الريسبتور يفتح التشالنج على طول يدخل حاجه يطلع حاجه. ده الريسبتور اكت از ايرون تشالنج. ده سريع جدا في الترانسميشن اوف سيجنالز. تك تك تك. اما ده بطيء ايه؟ ده لسه هيمسك هنا ويأثر على الوسيط والوسيط يأثر على في واحد تاني في اناتوميكال كونكشن بينه وبين الافكتور. الافكتور هنا مشمس صح؟ في نوع بقى من الريسبتورز كلكم عارفينه تلاقي الريسبتور عامل كده. ايه الريسبتور عامل كده ده؟ تلاقي حته بره ليجند من الريسبتور بيمسك فيها ايه؟ قصدي من الحته بره اكسترا سيلر من الريسبتور بيمسك فيها ايه؟ الليل. والحته الثانيه بتاعت الريسبتور انزايم. تعرف ده الافكتور. تعرف تفصل الافكتور عن الريسبتور؟ تعرف تفصل الافكتور عن الريسبتور؟ حته واحده. اما دول اناتوميكال نوت كونكتد. دول ثلاث انواع مشهورين قوي من السيلفر برين ريسبتورز. ثلاثه سيلفر برين ريسبتورز. الاولاني ده اكت از ايه؟ ايرون شالز. ده اكت از ايه؟ انزايم. وده جي بروتين كابل ريسبتورز. اشهر نوع منهم الجي بروتين كابل ريسبتورز. ثلاث ارباع الريسبتور بتاع جسمنا لينك تو جي بروتين. ولكن اقل كتير جدا ده وده فيري فيري رير. فمثلا ده مشهور قوي للانسولين. الانسولين بيلتحم مع الانسولين ريسبتور من الحته اللي بره. فالحته اللي جوه يحصل لها اكتيفيشن. الحته اللي جوه ده تيروسين ايه؟ تيروميز. اول ما الانسولين يتحد مع الريسبتور انتم عايزين ان الريسبتور رسمه حتتين جنب بعض. ده تيروسين كاينيز وده ايه؟ تيروسين كاينيز. ده اكسترا سيلر وده اكسترا سيلر. الانسولين بيتحد هنا وهنا. اول ما الانسولين يتحد هنا وهنا الحتتين دول يقربوا من بعض.
وبعد ما كانوا مونومر يبقوا ايه؟ دايمر. اول ما يحصل دايمر يبتدي التيروسين كارنيز يبقى اكتف يقوم عامل فوسفوريليشن لنفسه يعني ايه؟ الريسبتور نفسه يسمى حكايه الاوتو فوسفوريليشن. الاوتو فوسفوريليشن بقى بتعمل تلاعب تاخدوها في الاندوكراين تعمل بكتيريا الجلوكوز وتطلع انزيم وبروتين والكلام ده. فبقى ايه الفكره عندي؟ ان الانس اللي مسك في اكسترا سيلولار بارت اوف الريسبتور صح؟ كان حصل ايه؟ دايمر. الدايمر اثر على حاجه اسمها ريلي بروتين مش مهم الكلام ده نتج عنه اكتيفيشن اوف تيروسين كاينيز وده الايفكت اللي بيعمل ايفكت اللي جت عنه التيروسين كاينيز ده انترا ولا اكسترا؟ انترا ماسك في حته من الريسبتور ولا بعيد عن الريسبتور؟ حته من الريسبتور. اول ما يعمل دايمر يحصل له اكتيفيشن يعمل اوتو فوسفوريليشن ده بيبروباجيت الاكشن بتاع الكانسر. النوع الاولاني ده اللي هو في اكت از ايون شانلز اشهر نوعين منهم ال ان ان ريسبتور. كلكم عارفين ان 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 ريسبتور ده ريسبتور موجود في النيورو ماستر جنكشن بيشتغل عليه مين؟ الاسيدايتري هو لف حوالين نفسه وعامل ايه؟ شانل. شانلز دي صوديوم شانل. اول ما الاسيدايتري بيعمل ايه؟ عن الفينيك ريسبتور فتح الصوديوم شانل وفتح الصوديوم عامل ديبولاريزيشن عامل مصل كونفرجن. فانا بقول لك ايه المثال الشهير للريسبتور فور فاست ترانسميشن تقول ايه؟ تقول ايه؟ النيكوتينيك ريسبتور في النيورو ماسكر جنكشن بيشتغل عليه الاسيتايل كلين ويعمل مصل كونفرجن. في واحد زيه بالظبط ولف حوالين نفسه وعامل في النص تشانل. بس التشانل دي بقى كلورايد تشانل. والريسبتور اسمه ايه؟ دابا ريسبتور وبيشتغل عليه دابا ترانسميتر اسمه دابا اي ريسبتور. دابا يشتغل على دابا قصدي دابا تشتغل على دابا اي ريسبتور تفتح كلورايد شانلز. دخول الكلورايد ده نيجاتيف الحمل بيجيب ايه؟ هاي فايبرولايزيشن وعشان كده الدابا ريسبتور معظم الاكشن بتاعته ستيمولاتوري ولا انهبيتوري. يبقى اشهر مثالين للريسبتور اكت از ايون شانلز الايبوتينيك ريسبتور بتاع النيورو ماسكولار جنكشن والافكتور فيه صوديوم شانلز والجابا اي ريسبتور بتاع الجابا والافكتور فيه كلورايد شانلز. ما الجابا بتشتغل على الجابا ريسبتور بتدخل كلورايد انهبيتوري اما الاسيتايل بريما بتشتغل على ان الريسبتور بتدخل صوديوم ستيمولاتور. تفهم؟ حلو كده انا عرفت نوعين من الريسبتور الاولاني اكت از ايون شانلز تاني اكت از انزيم وهاجل شويه ايه؟ الجين بروتين لينك ريسبتور. في عندي نوعين تانيين بقى سهلين قوي مش من برين ريسبتور. امال ايه؟ دول انترا سيلولار ريسبتور. لو تخيلنا ان دي سيل عندنا كده تمام؟ سيل تلاقي الريسبتور هنا اللي جاي يقول ايه؟ انترا سيلولار الليجند لازم يكروس السيل برين ويمسك الريسبتور. فالليجند لازم يكون ايه؟ لايبوفيل كان يخش السيل برين بتاع السيل اللي هي الليجند دخل ومسك في الريسبتور عملوا ايه؟ كومبلكس. الكومبلكس يروح للنيوكليس يعمل جين اكسبريشن ويأثر على الدي ان ايه يخليه يكون سبيشال مسنجر ار ان ايه تحويل الدي ان ايه انتو ام ار ان ايه بيسموها ترانسكريبشن صح؟ اللي جت عليهم ايه؟ الريسبتور ده كنترول ترانسكريبشن شغالها ما شغالهاش. لو الريسبتور اشتغل عليه اجلوس هيعمل ترانسكريبشن. طب لو اشتغل عليه اجلوس مفيش ترانسكريبشن. واللي جدع يقول لي الريسبتور ده بيكونترول ايه؟ بيريجوليت مين؟ الترانسكريبشن. فبيسموا الريسبتور ده ريسبتور ريجوليت مين؟ ترانسكريبشن. طب الدنيا بتكمل ازاي بقى؟ المسنجر ار ان ايه ده يروح فين؟ الرايبوسوم بيكون ايه؟ بروتين. البروتين ده غالبا هو اللي هيعمل الاكشن بتاع الدواء. اقول لك كده. فمثلا
عارفين الفيتامين دي؟ هيشتغل على فيتامين دي ريسبتور انتراسيلولار جوه الانتستين سيلز الانتستين، بيعمل كومبلكس ويعمل ترانسكريبشن ويكون سبيشال ميسنجر ار ان ايه، يكون بروتين. ها؟ عارفين البروتين ده ايه؟ عباره عن كارير يسحب الكالسيوم من الانتستين انتو زبط. مين هو اللي عمل الكارير؟ الفيتامين دي. الفيتامين دي عمل الكارير ازاي؟ قعد على الريسبتور بتاعه وراح عمل جين اكسبريشن انفورميشن سبيشال تايب اوف ميسنجر ارني، كون سبيشال بروتين عباره عن كارير بيسحب مين من فين؟ كانسر من الانتستين انتو ذا بلاد. عشان كده كلنا عارفين الفيتامين دي اهم حاجه ليه ابزوربشن اوف كالسيوم فروم الانتستين وقت الميكانيزم. الحكايه دي بتاخد وقت طويل قوي صح؟ فده فيري سلو ترانسميشن او يعني سيجنال ترانسكشن بتاعه فيري سلو بياخد وقت. مين بيشتغل بالطريقه دي؟ كل الهرمونز اللي بتطلع من الادرينال كورتكس اللي هو مين؟ كلهم ستيرويد، كل الستيرويد سبس كورتيزون الدوستيرون 6 مليون ومعاهم الثيرويد هرمون وفيتامين دي. فمعاك خمس حاجات مشهوره قوي، الثيرويد هرمون والفيتامين دي والستيرويد هرمون اللي بتطلع من الادرينال كورتكس، كل دول بيشتغلوا على طريق الريسبتور. انا اسالك سؤال، كورتيزون اسرع ولا الابنفرين؟ الابنفرين مش عارف الست سريع جدا صح؟ ولكن الكورتيزون هيروح يشتغل على الترانسكريبشن ريجوليتنج ريسبتور، وتاثير الكورتيزون مش هيبان الا لما يتكون الميديت البروتين وده اللي هي لو تفتكروا فاكرين انا في الاكتف شوك الكورتيزون ينفع الابنفرين ينفع بس مين ما يعرفش لسبب واحد بنعمل ايه لما العيال يكون عنده الافلاكتيك شوك؟ البنفرين كورتيزون. البنفرين لايف سيفنج الكورتيزون هيكمل العمليه. فاهمين؟ انا هقول لك ليه فيتامين دي ديليت اوستو اكشن؟ هتقول لي عشان بيشتغل على ايه ترانسكريبشن ريجوليتنج ريسبتور. انا هقول لك الالدوستيرون ليه ديليت اوستو اكشن؟ هتقول لي عشان بيشتغل على ايه ترانسكريبشن ريجوليتنج ريسبتور. فعلا؟ في ريسبتور بقى اكتشفوه جديد اسمه النيتروكسايد. النيتروكسايد ريسبتور ده بقى فكرته ايه؟ ده برضه نوع من انواع انترا سيلولار ريسبتور. ادي السيل كده اهو. هتلاقي جوه السيل في ريسبتور. النيتريك ايه؟ اوكسايد. النيتروكسايد موجود في البلاد ده النيرو ترانسميتر. هيستيمولات النيتريك اوكسيد ريسبتور. الاثنين بعد ما يتحدوا مع بعض النيتريك اوكسيد مع الريسبتور بتاعه يروحوا يعملوا ايه؟ يلاقوا جوه السيل في انزيم اسمه جوانايل سايكليز. فيقوم يتكون انترا سيلولار سايكلين جين بي. والانترا سيلولار سايكلين جين بي بيقلل الفري كالسيوم اللي موجود في السموث ايه؟ مصر. اللي جدع يقول لي لو قللت في كالسيوم في السموس مصر هتعمل كونتراكشن ولا ريلاكسيشن؟ ريلاكسيشن. فبقول لك النيتريك اوكسيد بيعمل فازو دايلاتيشن ولا فازو كونستريكشن؟ فازو دايلاتيشن. النيتريك اوكسيد بيعمل برونكو سبازم ولا برونكو دايليشن؟ برونكو دايليشن. ادي الميكانيزم صح؟ احنا بقى عرفنا مش عرفنا احنا اكتشفنا ان في ده كنا بنستخدمه من زمان قوي بيشتغل في الارض. الدواء ده بيكون نيتريك اوكسيد. الدواء ده اسمه نيتريتس. النيتريت دي مجموعه من الادويه، في واحد منهم مشهور قوي بيتاخد تحت اللسان اسمه ايه؟ نيترو جليسرين. النيتريت اللي هو من نوع النيترو جليسرين وادويه ثانيه هتاخدوها في الكاردو ماستر اسمها نيترو اوكسيد. دي كلها ادويه بتجنريت ايه؟ نيتريك اوكسيد. شبه النيتريك اوكسيد الاسمنت معايا؟ فيطلع بقى النيتريك اوكسيد يستيموليت ايه؟ الريسبتور بتاعه فيأكتيفيت مين؟ الجوالاي سايكليز فيكون سايكل جين بي فيقل الكاسل بيحصل ريلاكسيشن. وعشان كده بقى اقول لك النيتريت والنيتريك اوكسيد فازو كونستريكتور ولا فازو دايليتور؟ فازو دايليتور. فازو دايليتور.
صح؟ هيزودوا الضغط ولا يقللوه؟ يقللوه. هيزودوا البلس سبلاي للهارت ولا يقللوه؟ يزودوه. الاثنين بيستخدموا في علاج. تمام؟ كلنا عارفين السايكليك جي ام بي زي مين؟ زي السايكليك جي ام بي بيتكسر بانزيم اسمه فوسفودايستريز انزيم. انزيم اسمه ايه بقى؟ الفوسفودايستريز انزيم بيعمل ديجراديشن اوف سايكليك جي ام بي. اتفقنا؟ ايه رايك لو انا ضربت الفوسفودايستريز انزيم؟ نفس الاكشن. مين اللي هيزيد؟ سايكليك جي ام بي. صح؟ ويعمل اكشن شبه الاكشن بتاع ايه؟ النيتريتس. دول زودوا سايكل جي ام بي وده قلل تكسير السايكل جي ام بي، صح؟ ده زود تكوينه باي ستيميوليشن اوف جوانايل سايكليز، ده قلل تكسير باي انهبيشن اوف فوسفودايستريز. عارفين مين الدواء البيضاء في الديزاين ده؟ دواء اسمه السيل دي نان فيل. اي دواء اخده فيل يبقى فوسفودايستريز انزايم انهبيتور، نوع معين من فوسفودايستريز هتاخدوه بعد كده اسمه تايب 4. والسلدينافيل ده هو الفياجرا. فيه الفياجرا؟ الفياجرا او السلدينافيل فازودايليتور بالذات لحته معينه البينيال بلاد فيسلز، فيساعد على الاريكشن. معايا؟ بس لو سمحت ممنوع منع فانت بتاخد السلدينافيل وانت بتاخد في نفس الوقت النيتريت. واللي جاب يقول لي ليه؟ علشان النيتريت بيزود التكوين، صح؟ والسلدينافيل هيضرب التكسير، هيبقى عندك ايه في الهبل؟ سايكل جي ام بي سبيل باظ الدايركتور لدرجه ان انت بتطلع وتخش في شغل. ومين اللي بيسالك يقول لك ايه الدراج انتراكشن بين السلدينافيل والنيتريت؟ بلاش عشان الاثنين هيزودوا قوي السايكل جي ام بي باي تو ديفرنت ميكانيزم. مين هيقلل التكسير؟ السلدينافيل. مين هيقلل التكوين؟ النيتريت. هم مع بعض هيزيد السايكل جي ام بي مره ولا مرتين؟ مرتين. يعني الفازو دايلاتيشن عادي ولا قوي؟ قوي. فالضغط يطلع يخش ايه؟ ده حته من حاجات تيجي في الامتحان كتير. انا اقدر اقول ان السلدينافيل بيشتغل على الجوانايسكليز؟ لا. اقدر اقول السلدينافيل بيشتغل على النيتروك اوكسايد ريسبتور؟ لا. اقدر اقول ان السلدينافيل بيزود السايكل جي ام بي؟ اه. بانهبيتنج انتي انزايم اسمه الفوسفودايستريز. فاللي جاب هيقول لي السلدينافيل بيعمل ايه في الاكشن بتاع النيتريت؟ بوتنشيات. بيميميك الاكشن. بيميميك الاكشن. بيكسجريت الافكت. بينهانس الافكت. صح؟ وده انتر اكشن حلو ولا وحش؟ وحش. وكان اول ما طلع السلدينافيل كان في ناس بتاخده ليها مش عارف المعلومه دي، وكانوا بياخدوا الكونتريت يعني الكونتريت. طلعوا بقى كونتر اندكيشن جامده جدا لما بقوا استخدام مين مع مين؟ ده بيسموه النيتروك اوكسايد ريسبتورز. ومين بقى اللي بيشتغل على النيتروك اوكسايد ريسبتور؟ النيتريت والنيتروك اوكسايد مش السلدينافيل. انا بقول اهو لما طلعوا صححنا في الكتاب، احنا صححناه في الكتاب وكاتبين لنا غلط السنه اللي فاتت، ده بيشتغل على ايه؟ على النيتروك اوكسايد ريسبتور، وده غلط. هو بيميك الاكشن نوت اكتسي. لا اخر نوع بقى اللي هو بتاع السبيل ترانسليشن، ده اشهر نوع في السبيل اللي هو ريسبتور اكت از او قصدي ريسبتور لينك 2 جي. ده بقى مهم جدا، وصفحه 11 تتحفظ وتتفهم وتبقى برنتد ان يور مايند. تبص عليها كده تفتكرها من على الشمال ومن على اليمين وكل كلمه فيها. في حاجات انا مش هقولها بالتفصيل، بس في حاجات هتتك عليها. بص اتخيل ان ده سيل مبرين هنا وعامل فيه ريسبتورز. دول كام نوع من الريسبتورز؟ ثلاثه. اثنين جنب بعض وواحد لوحده. اثنين ايه؟ جنب بعض وواحد لوحده. صح؟ طيب
ده الريسبتور وادي الافكتور اللي جاب قالوا لي فيه اتوميكال كونكشن بين الريسبتور لا ولكن بينهم ايه؟ جي بروتين. الجي بروتين مش مهم قوي بس عشان فكرتوا بيها. الجي بروتين بيكون بيتا وجاما سب يونت ويونت كده اسمها الفا. البيتا والجاما الثابته في السلم وبين الالفا بتتحرك. الالفا بتتحرك من فين؟ من الريسبتور للافكتور. ممكن تروح تستيموليت الافكتور يبقى اسمها جي اس. ممكن تنهرب الافكتور يسموها ايه؟ جي ار. الجي اس بيستيموليت الافكتور والجي ار بيستيموليت الافكتور. النوعين دول من الريسبتور والافكتور بتاعهم حاجه واحده الادينايل سايكلينز اللي بيحول لك الاي تي بي انتو سايكليك ام بي. السايكليك ام بي اكتيفيت بروتين كاينيز اسمه بروتين كاينيز اي. والبروتين كاينيز اللي يعمل ايه؟ فوسفوريليشن لحاجه. الفوسفوريليشن بتاعت الحاجه دي هي اللي تعمل ايه؟ الاكشن. الإجابة هيقول لي بقى لو أنا حطيت ريسبتور هنا اسمه بيتا 1 تقدر تقول لي السيجنال كونستراكشن بتاعت البيتا 1 ريسبتور إزاي؟ هتقول لي الليجند لما يجي يمسك في البيتا 1 زي الإدنك أو النور الإدنك هيستيموليت البيتا 1 ريسبتور فيأكتيفيت إيه؟ الجي بروتين صح؟ فالجي إس تروح تستيموليت الادينايل سايكلينز فيزيد البرودكشن اوف سايكلين بي فيروح ياكتيفيت نوع من البروتين كاينيز اسمه بروتين كاينيز اي which induce فوسفوريليشن. عارفين بيعمل فوسفوريليشن في ايه في الهارت؟ ما الكلام ده بيحصل في الهارت؟ بيعمل فوسفوريليشن للكالسيوم شانل فيقوم الكالسيوم داخل عامل ايه في الكونتراكشن بتاعت النهار؟ بيزود الكونتراكشن. يبقى انا كده عرفت ازاي الابينفرين بيزود الكونتراكشن بتاعت النهار ازاي؟ ستيميوليت الجي اس اكتيفيت الادينال سايكليز يزود الانترا سيلولار سايكل ان بي يعمل بروتين كاينيز اكتيفيشن فوسفور ايه؟ ريليشن تو ذا كالسيوم شانل يزود الكالسيوم انفلوس يزود الكونتراكشن. البيتا بلوكرز بتعمل ايه؟ بتمنع الكلام ده تاني تمام؟ بنحط معاها هنا كمان البيتا 2 والدي 2 عارفين دي لا دي 1 عارفين الدي 1 الدي بتاع ايه؟ بتاع الدوبامين خلاص؟ طيب هنحط هنا بقى الالفا 2 الفا 2 فاكرها؟ والام بي 2 والدي 2 اللي جاب هيقول لي الالفا 2 والام بي 2 والدي 2 دول هيبقوا انهبيتري ولا ستيمولاتري؟ هيقللوا ولا يزودوا السايكليك ام بي؟ هيقللوا السايكليك ام بي ولو قللوا السايكليك ام بي الكالسيوم شانل هيحصل لها فوسفوريليشن؟ لا. تدخل كالسيوم؟ لا. هيزيد كونتراكشن ولا تاني؟ تاني الكونتراكشن وغالبا يعملوا الام بي 2 في الهارت. كلكم عارفين الهارت فيه تو ريسبتورز صح؟ مين هما؟ البيتا 1 والام بي 2 صح؟ ده يزود السايكلينج بي ده يقلل السايكلينج بي صح؟ اللي بيزود السايكلينج بي بيعمل فوسفوريليشن واللي بيقلل بيمنع الفوسفوريليشن واللي كده هيقول الفوسفوريليشن بتتحكم في ايه؟ الكالسيوم شانل. لو حصل فوسفوريليشن وفتح الكالسيوم شانل هيخش الكالسيوم يحصل كونتراكشن ده اللي بيعمله بيتا 1 ستيمولاتر وايل لو الام 2 منعت الفوسفوريليشن مش هتفتح الكالسيوم شانل وما يخشش الكالسيوم ويحصل ريلاكسيشن. فاهم؟ الكلام ده مهم جدا في الفروه تسمعوه مليون مره. وما اقول لك ودلوقتي طالع البيتا 1 موجوده فين؟ فتحه 11 عالشمال الاتاش 2 جي اس ادونايس ايكليس هايدروكيميز تمام؟ الناحيه الثانيه بقى في عندي انزايم ثاني فيكتور اسمه فوسفولايبيز سي
وده ريسبتور بينهم نوع من البروتين من جي بروتين اسمه جي كيو. كيو في جانب فين؟ كيو في جانب فين؟ جاية من أي إفكتور يبقى فيه فوسفين زي الفوسفولايبيس سي نسمي الجي بروتين بتاعه جي كيو وبيبقى ستيميلاتور. الفوسفولايبيس سي بيكسر مادة اسمها الـ PID2 حاجتين، حاجة اسمها الـ IP3 وحاجة اسمها الـ DAG. الاختصارات دي خدتوها في البايو كيمستري مش مهم عندنا في الفرق IP3 وخلاص. والاي 3 دي هنا واحدة في اللابتان مش مهم، الداي اسايد بليس وده مش مهم، ده بيأكتيفيت بروتين كاينيز سي ويعمل فوسفوريليشن. أما الاي 3 ده مهم قوي، بيساعد على ريليزو ايه؟ كانسل فروم اتس ستور، فتعرف بقى كان كانسل بيعمل كونتاكشن. السؤال نحط هنا ايه؟ الفا 1 والام 1 والام 3. الفا 1 في البلاد سيستم بوزيتيف ريستريكشن عشان هتاكتيفيت الجي بي يو اكتيفيت الفوسفولايبيس سي يكون اي بي 3 يطلع كالسيوم يحصل كونتاكشن. الفا جلوكوز تمنع الاكل يحصل كونتاكشن. اتفقنا؟ طيب اللي جاب هيقول لي يعني بص على الرسمه دي قول لي ثلاث انواع من الجي بروتين. اس جي اي جي 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 تعرف تقول لي سته ريسبتور لينك تو اجنايس بليز؟ كل اللي على الشمال الدي 1 والبيتا 1 والبيتا 2 صح؟ والدي 2 والام 2 فبتعرف تقول لي اثنين لينك تو جي كيو؟ ام 1 والام 2 تعرف تقول لي اثنين لينك تو جي اس؟ اثنين لينك تو جي ار؟ ام 2 والفا 2 كده بتجاوب كل الاسئله صح؟ تعرف تقول لي النوعين من الافكتيف ادينايل سايكليز وفوسفولايبيس ايه ده؟ هو الافكتور شود بي ان انزايم؟ ممكن يكون اي مشكلة. ازاي؟ خدوا بالكم ما حدش يغلط، اول نوع من الريسبتور كان الريسبتور بيلف حوالين نفسه ويعمل اي مشكلة صح؟ ده لا يبقى عامل ازاي؟ هتنط لوحده في واحد وكده تلاقي ايه؟ ادي الريسبتور اهو كده وادي الجي بروتين وليكن مثلا جي اي، والجي اي دي بتاثر على البوتاسيوم شانلز. ده زي النوع الاولاني اللي احنا بنرسمه كده لا خالص، ده مفيش كونكشن هنا ده بينهم مين؟ جي اي. الدواء هيشتغل على ريسبتور وليكن ام 2 يشغل الجي اي يفتح البوتاسيوم شانل يطلع بره البوتاسيوم يحصل هايبر بولاريزيشن انهبيتور، وعشان كده الجي اي لما تيجي تفتح البوتاسيوم شانل وتطلع بوتاسيوم، البوتاسيوم ده حاجه بوزيتيف صح؟ يبقى انهبيتور ولا سيميليتور؟ انا مش عايز اخش في تفاصيل، الاكشن ده موجود في الهارت. لو تفتكروا الـ M2 موجودة في الـ AV نود. عارفين الـ AV نود؟ الـ AV نود والـ S نود الديتيلز بتاعته دي أنا ما أعرفهاش. ما بحبش أنا أتكلم مع ناس كتير. الـ S نود اللي هي الـ Sino Atrial نود، الـ AV نود الإترو ريتريكولر نود اللي بتقلب الترانس أوت ترانسميت الامبلس والادريم والادريم في ام 2 والام 2 لو اشتغل انك تقلل الكونتاكشن بتقلله ازاي؟ بتزود البوتاسيوم اوت اتفقنا؟ وبالذات البوتاسيوم اوت فلاكس الادريم بيقلل الكونتاكشن من الادريم جرى يقول لي بقى انواع الريسبتور اكت از ايون شانل زي الانترنت ريسبتور والشانل الصوديوم جابا ريسبتور والشانل الكلورايد. الريسبتور اكت از انزايم زي الاسيد ريسبتور وانزايم تيروسين كايناز. جي بروتين لينك ريسبتور كتير. مين انترا سيلر ريسبتور؟ ترانسكريبشن ريجوليتنج ريسبتور زي بتاع الفيتامين دي والسيرويد والنور وكل الهرمون
اللي بتطلع من الادرينال كورتس من اول الكورتيزول للسكسوال، صح؟ نايتريك اوكسيد ريسبتورز اللي بيشتغل عليه النايتريك اوكسيد بتاعنا اللي في جسمنا ويعمل ايه؟ ريلاكسيشن في السموث ماسل باي ستيميوليشن اوف جوانايلسايكليز فيزود السايكل تشين. مين الادويه اللي بتشتغل على ريسبتور النايتريتولين والنايتريك اوكسيد؟ امال السيل ده ما فيه اللي ميميك الاكشن بتاعت الادويه عشان بيشتغل على ريسبتور؟ لا، ولكن عشان بيضرب انزيم بيكسر السايكل تشين دي اسمه فوسفوتريستريس انزيم. فاضل مشكله واحده بس عايزين نحل مشكلتها الفيتا 1 في النهار بتزود الكونتراكشن، صح؟ الفيتا 2 في البروتوكول بتعمل برونكوكونتراكشن. ليه؟ يعني بالبلدي كده الفيتا 1 في النهار بتستيموليت المسلز وهي الفيتا 1 في الايه؟ البروتوكول بتريلاكس المسلز. البيتا 1 في الهارت بتستيموليت الكارديك مسل قلناها، والرجاله هيقول لي قولها تاني. هتقول لي البيتا 1 في الهارت اتشن 2 جي اس بيستيموليت الادرينال سايكلينز يكون سايكليك انرجي اكتيفيتد بروتين كارنيز يعمل فوسفوريشن الكالسيوم شمل سليم يخش الكالسيوم يزود. اما غريبه قوي البيتا 2 بتعمل ريلاكسيشن. انتوا عارفين الغلطه اللي كانوا في فتره السنه ايه؟ تقول لي اه البيتا 2 اتشن تو جي ار انجليزي بقت ريلاكسيشن. شوف انا بقول لكم غلط وبعد شهرين اصلا بقول واحد يقول لك شهر. البيتا 2 زي البيتا 1 بس مكانها مش في النهار في سوس مصر. هناك اتشت تو جي اس ادناي سايكليز سايكليك ام بي فوسفوريليشن. نفس الفيلم بس هنا بقى في سوس مصر بيعملوا فوسفوريليشن. هنا الكالسيوم كالسيوم شانل في الهارت، والكالسيوم شانل بتاع الهارت بتبقى فوسفوريليتد بالفكر ما تبقاش كالسيوم. هنا بقى مفيش كالسيوم شانل بالمعنى المفهوم ده في البلاد فيسلز، ولكن في انزيم هو اللي بيعمل كده. الانزيم ده اسمه ميك مايوسين لايت تشين كايناز، هو اللي بيعمل كونتراكشن. ماشي؟ لو عملت له فوسفوريليشن اعمل له انهيبيشن. فاهم الكونتراكشن؟ لا. ده سؤال بيجي كتير قوي في الامتحان، ليه البيتا 2 اجونست؟ برونكو دايليتر. فوسفوريليشن بيتا 2 صح؟ جي اس ادنايس بليز سايكل ان بي صح؟ بروتين كاينيز فوسفوريليشن اوف ميك. واللي جاب هيقول لي الانزيم يبقى اكتف ولا ان اكتف لو عملت له فوسفوريليشن؟ حسب النوع ده بيحصل له انهبيشن. في انزيم نتيجه تعملها فوسفوريليشن تعملها اكتيفيشن، ولكن الميك انزيم انهبيتد مايوسين لايت تشينج. مش لايت ولا حتى لايت فيش لايت. لا عشان وقعي زي ما اسمه ايه مايوسين لايت تقول لايت تشينج يقول لك لايت تقول لي لا لايت لايت خفيف. في حاجه اسمها مايوسين لايت تشين وليمت تشين، فهو مايوسين لايت تشين. اسالك في الامتحان اشمعنى البيتا 1 في الهارت كونتراكت والبيتا 2 في السموث ماسل في الريلاكس او لا؟ او جي اس جي ار فيري جود. تعمل ايه في السايكل دي؟ تزوده وتعمل ايه؟ قليل وتعيش بقى. طب اللي هيزوده هيعمل ايه؟ فوسفوريليشن. ليه؟ الكالسيوم شال ودخل كالسيوم فيري جود. طب اللي هيقلله بقى يعمل ايه؟ هيقلل الفوسفوريليشن فالكالسيوم شال
انا لك بيني كل بس للاسف في الاسبوع الماضي ما فيش كاس المفروض تقول ايه؟ ها؟ يعني الفوسفوريليشن للميل اللي بيعمل ايه في السموث ماسل كونتراكشن في العضلات تعمل ريلاكس. في قانون انا كاتبه في الورق كده عاوزكم تعرفوه علشان يفيدنا قوي. We have three different ion channels مشهوره قوي. صوديوم شانلز، كالسيوم شانلز، بوتاسيوم شانلز. لا حتى الموتش انا كالسيوم. صوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. بصوا الصوديوم ما بتتفتح بيخش صوديوم. الكلورايد ما بيتفتح بيخش كلورايد. صح؟ بس الصوديوم بوزيتيف والكلورايد نيجاتيف. اما البوتاسيوم شانل ما بتتفتح بيطلع بوتاسيوم بوزيتيف. انا عاوز اعرف الممبرين بوتنشال ليبرال ايه لو اثرنا على التشانلز. هتقول لو فتحت الصوديوم شانل ودخل حاجه ايه؟ بوزيتيف هتعمل ديبولاريزيشن ستيميلاتور. اما لو فتحت البوتاسيوم شانل وطلع ايه؟ بوتاسيوم هتعمل هايبربولاريزيشن انهبيتور. طب لو فتحت الكلورايد شانلز ودخلت حاجه نيجاتيف هايبربولاريزيشن برضه هايبربولاريزيشن. اللي جدع بقى يقول لي لو قفلت البوتاسيوم هايبربولاريزيشن خروج البوتاسيوم ما تتفتح هايبر ما طلع حاجه بوزيتيف بره يبقى هايبر. انا قفلت البوتاسيوم شانل مش هيطلع البوتاسيوم فهيتجمع البوزيتيف جوه يعمل ايه؟ دي مهمه جدا علشان نيجي نتكلم على الدراجز بعد كده هتبقى مفهومه واحنا المفروض نكون وصلنا لصفحه لا خلصنا صفحه 13 احنا واقفين على صفحه 14 قبل ما تيجوا اعرفوا على الميعاد الثاني بس مش المره الجايه في الحصه العاديه اعرفوا على الميعاد الثاني بس لغايه هنا بس عشان ابقى عارف في حد مش يعني اتاخر على كده فهنا ناقصه حاجه يعني في حد ناقصه حاجه لا ما شرحتلوش يعني احنا ممكن نكتفي بالحصه دي يبقى احنا ماشيين مع الحصه العاديه صح؟ ان شاء الله تذاكروا الحته دي والحاجات اللي انتوا كنتوا بقى ماشيينها عادي خدتوا عليها انتوا مذاكرينها تذاكروها يوم الخميس النهارده والجمعه علشان الاسبوع الجاي هنعمل امتحان الفرهات والايمان.